وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مطار العريش مراسل إكسترا نيوز كريم رجب. أهلا بك كريم، بعد التحية ماذا عن أحدث المساعدات التي يستقبلها مطار العريش؟ الجديد هو وصول طائرة مساعدات السعودية، وتعد هذه هي الطائرة الثانية خلال هذا اليوم. على متن هذه الطائرة كان عدد من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية. بخلاف هذه الطائرة، يعني كما توضح الصورة، هناك بعض الطائرات التي تتمركز هنا في مطار العريش، ولا سيما الطائرات القادمة من الإمارات، وعلى متنها مستشفى ميداني، وهذا على الأرجح أنه سيكون هناك عملية إجلاء لعدد من المصابين القادمين من قطاع غزة إلى دولة الإمارات المتحدة، وهذا سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة فور وصول هذه الحالات من المصابين إلى مطار العريش، ومن ثم إلى نقلهم إلى دولة الإمارات المتحدة. وبذلك يعني عند إتمام هذه العملية ستكون هي العملية الثانية لخروج عدد من المصابين من قطاع غزة خارج الحدود المصرية لتلقي العلاج. كل هذه الأمور هي تتم بالتنسيق مع السلطات المصرية، وهناك تسهيل في مهمة عبور هؤلاء المصابين. الآن يعني وصل عدد من المصابين إلى معبر رفح البري، وبعد ذلك سيتم التوجه نحو مستشفى الشيخ زويد، وذلك لإتمام عمليات الفرز الخاصة بالحالات المصابين، وبعد ذلك تنقلهم سيارات الإسعاف المصرية والتي تتمركز في محيط معبر رفح البري إلى هنا إلى مطار العريش، ومن ثم التوجه نحو دولة الإمارات. أيضا هناك استعدادات كبيرة من جانب القطاع الصحي لاستقبال مزيد من الحالات الخاصة بالمصابين هنا في مدينة العريش وباقي المستشفيات المصرية، وهناك جاهزية تامة لما يقرب من 37 مستشفى في محافظات الجمهورية المختلفة لاستقبال الحالات، فضلا عن التأهب لاستقبال الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم إلى معبر رفح البري من خلال سيارات الإسعاف المجهزة بالحضانات الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، وذلك أيضا في إطار توجيهات الرئيس السيسي بضرورة استقبال هذه الحالات. نعم، بشكرك شكرا جزيلا مراسل إكسترا نيوز كريم رجب على كل ما أشرت إليه.